ولد الفنان الكويتي جاسم النبهان في 1 آب أغسطس لعام 1944. التحق بمدرسة عمر بن الخطاب في منطقة القبلة في عام 1953. تابع دراسته فيها من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث المتوسط. انتقل بعدها إلى مدرسة الشامية المتوسطة وظل بها لمدة عام. أكمل دراسته الثانوية في ثانوية الشويخ. أثناء فترة دراسته كان يشارك في المسرح المدرسي. في عام 1963 سافر أخيه الأكبر للدراسة بالخارج، فاضطر للخروج من المدرسة للعمل وتحمل مسؤولية المنزل، فعين في وزارة الأوقاف. انضم بعد ذلك لفرقة المسرح الشعبي في عام 1964 بعد أن كانوا رفضوا انضمامه إليهم عندما تقدم إليهم بعد تأسيس الفرقة، وذلك كونه ما زال طالبا حينها، كما التحق بمعهد الدراسات المسرحية الذي أسسه زكي طليمات. تزوج جاسم النبهان مرتين، الأولى من الممثلة طيبة الفرج، ولديهما 6 أبناء هم طلال وفاطمة ومحمد وعنود وعبد الله وعزيزة، وله من زوجته الثانية نجيبة اللنقاوي ابنتين وهما الممثلة حصة وأسماء. شارك جاسم النبهان في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، نذكر منها امرأة قالت لا، سهرة تلفزيونية، الدكتور، الزير سالم، علاء الدين، الأسوار، الاختيار، نيران، مر السنين، شملان، رحلة انتظار، زينة الحياة، بريق المال، في البيوت أسرار، البارونات، نور عيني، رسائل من صدف، ساهر الليل، وعد لزام، إخوان مريم، أيام وليالي، بين الماضي والحب، للحب كلمة، بسمة منال، حال مناير، في عينها أغنية، في أمل، أوراق التوت، خيانة وطن. كما شارك في برنامج الأطفال التعليمي افتح يا سمسم. كما اشتهر في دوبلاج أفلام الكرتون، وكانت أبرز شخصية قام بها هو القبطان نامق في المسلسل الكرتوني عدنان ولينا. يعد الممثل الأكثر حضورا في تاريخ التلفزيون والمسرح الخليجي بحصيلة تجاوز 300 عمل فنيا. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.